السويس، حيث تواصل القوات المسلحة استعداداتها بمعاونة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين منطقة الاحتفال وتنظيم تدفق وصول الوفود الدولية والشخصيات الهامة، حيث عززت القوات من إجراءاتها الأمنية شرق القناة وفرضت طوقا أمنيا مشددا لتأمين محيط القناة الجديدة والتي شهدت انتشارا مكثفا للمجموعات القتالية تم إعدادها وتجهيزها للتعامل مع التهديدات والعدائيات المحتملة. قبل 72 ساعة من انطلاق احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، تواصل قوات الشرطة والجيش استعداداتها لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات والتي وافق عليها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه قبل يومين. وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث تفاصيل خطة تأمين الاحتفالات، وأكد ضرورة إحكام السيطرة الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى أماكن الاحتفالات مع تكثيف التواجد بمحيط المباني المهمة والحيوية بكافة المحافظات ووسائل النقل، ورفع درجة استعداد قوات الحماية المدنية والتعامل الفوري مع أي محاولة للخروج على القانون بحسم. من جانبها، انتشرت القوات المسلحة لتأمين احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني. كما عززت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية شرق القناة، وفرضت قوات الجيش الثاني الميداني طوقا أمنيا مشددا لتأمين محيط القناة الجديدة وتجديد الدوريات المقاتلة التابعة للجيش الثالث الميداني لأعمال التأمين والحراسة للمجرى الملاحي لقناة السويس، مع رفع درجة الاستعدادات لكافة النقاط والأكمنة الثابتة والمتحركة بمناطق وسط وجنوب سيناء، وتمشيط الدروب الجبلية والمناطق الصحراوية المحيطة لمنع تسرب العناصر الإجرامية إلى مناطق الاحتفال. استعدادات القوات المسلحة والشرطة أعطت رسالة تحذير لكل من يفكر في إفساد فرحة المصريين بالقناة الجديدة بأنه سيواجه بكل قوة وحسم. مزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. سيادة اللواء، برحب بحضرتك معايا، والمزيد من التفاصيل إذا سمحت عن جهود القوات الأمنية، قوات الشرطة والداخلية المصرية لتأمين حفل افتتاح قناة السويس. أهلا بك يا أستاذ شريف، وكل التهنئة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، مشروع مصر، مشروع المصريين، مشروع الإرادة المصرية. سيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كان عقد سيادته اجتماع مع القيادات الأمنية عقب تحرك آخر مجموعة من قوات الشرطة المشاركة في عملية تأمين افتتاح قناة السويس، وهي ممثلة من كافة القطاعات: الأمن المركزي، العمليات الخاصة، الأمن العام، حصات الخاصة، إدارة عمل المرور، الحماية المدنية، المفقعات، إلى آخره من جهات الوزارة المعنية. في الاجتماع السيد الوزير أكد على أن حماية الشعب المصري ومؤسساته ومقدراته دي مسؤولية قومية بتستوجب العمل بروح وطنية وإصرار على فرض الأمن والاستقرار في شتى ربوع وطننا الغالي مصر. الخطة الأمنية لم تقتصر على مدينة أو محافظة الإسماعيلية أو محافظات القناة، بل هي خطة شاملة بتشمل كافة محافظات مصر كلها. هناك استنفار أمني، هناك تواجد أمني مكثف. خلال الاجتماع السيد الوزير وجه على أن ضرورة أن تكون الخطة الأمنية متفاعلة مع المتغيرات الجارية على أرض الواقع، وأن يكون هناك متابعة مستمرة لكافة المتغيرات والمستجدات الأمنية. وقال سيادته أن الأداء الأمني الجاد والمنضبط للقوات هو الضمانة الأساسية لنجاح العمل الأمني في تحقيق أهدافه. وأكد سيادته خلال الاجتماع على أهمية الاتصال الدائم بين الخدمات الأمنية الميدانية وغرف العمليات بكافة القطاعات، والربط بين غرف العمليات وغرفة العمليات المركزية في الوزارة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ووجه سيادته بإحكام الرقابة المرورية على الطرق السريعة والطرق المؤدية إلى أماكن الاحتفالات وتنفيذ القانون بكل حسم وحزم. وجه أيضا باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة محافظات مصر ووسائل النقل والمواصلات والمسطح المائي، ورفع درجة استعداد قوات الحماية المدنية، والتعامل الفوري مع أي محاولة للخروج على القانون بكل قوة. شدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وأكد سيادته على أهمية ودور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة اللي هي بتبقى موجودة على كافة المحاور. وأكد على ضرورة توجيه حملات أمنية مكثفة في جميع المحافظات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وفرض السيطرة الأمنية. آخر حاجة سيتوجه بيها اللي هو المتابعة الميدانية
للمستويات القيادية والإشرافية للتأكد من تنفيذ كافة عناصر الخطط الأمنية والمرور المستمر على القوات واستنهاض همامهم من أجل التأمين الشامل وخروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بقيمة وقدر مصر. ورجال الشرطة أكدوا على عزمهم على أن هذه الاحتفالية إن شاء الله بإذن الله تخرج بشكل مشرف لوطننا الغالي مصر. ممتاز، هذه التوجيهات كلها بدأت تاخد طريقها بالفعل على الأرض ولا لسه هتنفذ؟ بدأت منذ الأمس يا فندم التكثيف الأمني والتواجد الأمني والخدمات الأمنية، وحاليا يتم تصوير هذه الخدمات ويعني إظهارها إعلاميا إن شاء الله بإذن الله اعتبارا من بكرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التمنيات بالتوفيق للواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام.